قلعة الصمود هو أكثر الألقاب الذي يليق بعين الرمانة، تلك المنطقة المتوسطة جغرافيا في قلب المدينة والمتوسطة تاريخيا للشهادة، من جوزيف أبو عاصي إلى رالف ملاحي وجوب صعب، ترتفع كاليمين الحر في وجه الشمس ولا تحترق. وعلى عين الرمانة هناك دوما قلوب مليانة تمتلئ بحقد أعمى كحقد مجوس بأرض يعرب. على عين الرمانة توجهنا لنصور الزجاج والحجر المحطم والعزيمة التي تتحطم عليها سكاكين بروتوس. إيه لأنه ما بيحبونا، شفت كيف؟ لأنه بلا أخلاق ونور ما قدروا، وهلأ إن الله راد ما بيقدروا يفوتوا إذا بدهم يعملوا شي بعد. الشباب كلها بتجي ساعتها، كان في جماهيرين على أساس شباب وقولوا مظاهرات، ونحن كنا فاتحين المحل ما معنا خبر شي يعني. هلا ما شفنا الا الرصاص بلش بهالبنايه، اكثر شيء هاي البنايه ليك من فوق لتحت بس على الرماني، ما بعرف كل ما واحد ما عجبه قرار بتخرب الدنيا. لا ما حدا فات، فشل ما حدا فات، بس انه قوصوا علي يعني ما خلوا شيء، ما حدا فات، ما بتخلي حدا يقطع ولا بنقطع حدا نحن. مرصاص ليك ليك شو صار بالبنايه، هاو من هون من هون ومن هون بدو هجروا. هاي عين الرماني هاي كانت جنة لبنان، ما احتلونا يحن هاي البنايات كلها إلو. لا بإذن الله لا، ولو ما في حدا واجههم فاتوا، الله يقويهم ويحميهم ونحن معهم لأبد الأبدين. اللي واجههم مين؟ القوات مين؟ يا دمرية يعني أنا بديش أحكي طائفيا، أنا ثلاث أرباع زبوناتي من إخواننا الشيعة قاعدين ها بالمحل، ما سمعنا الا اطلاق نار غزير كله على البنايه هون، فاتوا حندوقت عينو على الرماني ما بعرف ليه. انا هاد اللي بفهمهم منا لاخواننا الشيعة انه لا حندوقت عنكم عن الرماني، كلنا نحن وياكم اخوه. لا هيدي فشل، لا هيدي ما تحل مع حدا لا هن ولا غيره. الشباب كانت متواجده يعني انه اكيد واحد فات على بيتك مش رح تسكت له. خي عين الرماني اسمه علقة الصمود، هيدي ما حدا بيقدر يتخطيها. المشهد هنا لخراب في الابنيه وهي سهله الترميم، أما النفوس فترميمها يحتاج إلى أصلاح في عنجهية الشريك اللبناني المنتشي من أفيون السلاح وسلاح الأفيون. هنا عين الرمانة التي لم تسمح بالماضي لبوسطة أن تعبر من هنا لكي تمر عبر جوني، كما لم تسمح ولن تسمح لمعتدين معهم سلاح والسلاح بإيد المعتدي بيجرح أن يمروا من هنا. هنا عين الرمانة في الجغرافيا، ومن لا يعرفها فليسأل التاريخ.